أحييكم وأشكركم على الاستضافة والسؤال الموجود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر هيئة الصحفيين بمكة، أشكر الأستاذ فهد اللي حريص من بدري والله يتواصل معايا على أساس نكون معكم، وأنا سعيد جدا إني في بيت الصحفيين وجئت نتعلم منكم وأنتم رواد القلم ورواد الفكر، وبإذن الله نقدم مفاهيم طبعا اليوم ورشتنا الاستثنائية يقدمها مقر شركة مطوفين حجاج دول أفريقيا غير العربية، وهذا يعني ما هي أول مرة، دائما هم من شركاء النجاح. واليوم أيضا يعرفنا لفيف للإعلاميين والإعلاميات وأعضاء الهيئة بالمنطقة والمهتمين بالسياحة والإعلام، طبعا بهدف التوسع في الاعلام السياحي وادواته وتحقيق متطلباته، لانه بلا شك يتواءم برشاقه مع رؤيتنا الحكيمه 2030 ويساهم في تعزيز الحراك الاعلامي المتخصص ويهدنا جميعا منصه مشتركه لتبادل الخبرات. طبعا سيداتي سادتي، قبل ما نبدا مسيرتنا اليوم راح نستمع لكلمه ترحيبيه يلقيها سعاده مدير فرع الهيئه بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد بن عبد العزيز الإحرم. منطقة مكة المكرمة عن أدوات الإعلام السياحي، وأذكر أهمية الإعلام السياحي بصفة عامة في ما يرى الجميع. فأيضاً أكرر شكرا وتقديرا للجميع ان شاء الله لهذا المساء المبارك. ولا شك لهذه الورشه اهميه كبرى في مفهومها وفي محاورها المتعدده، وثريه بتواجد ايضا المحاضر لها وهو الاستاذ خالد بن عبد الرحمن. في الختام اكرر لنا الشكر والتقدير لشركاء النجاح شركه مطوفين حجاج افريقيا غير العربيه، والى ايضا شركة نجاح الشيخ راشد القرشي وهو من شركاء نجاح لفرع الهيئة بمكة المكرمة، ونسأل الله مزيد التوفيق والسداد وأفضل الأعمال الحمد لله. أستاذ خالد، تسمح لي أن أشرف تعريف الحضور اليوم بسيرتك الذاتية وبعدها إن شاء الله نبدأ ورشتنا. طيب اليوم ضيفنا ومقدم ورشتنا حاصل على درجة الماجستير في الإعلام السياحي، هو خبير ومدرب دولي ومستشار في العديد من الجهات، ومهتم في تطوير المجتمعات المحلية ونشر الوعي وتعزيز السياحة وتنمية صناعة السياحة والاستدامة فيها، كما حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية، وممثل للمملكة في العديد من المحافل والملتقيات الدولية، كما قدم أوراق عمل في مجال. والمايك معاك إن شاء الله ونبدأ هذه الورشة المتعة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكرر شكري وتقديري للأستاذ فهد والزملاء معه في هيئة الصحفيين بمكة المكرمة، وأشكركم على جميع حضوركم، وبإذن الله نقدم ما يسركم، والهم مشترك والإعلام واحد والبيت واحد، وبلدنا وقادتنا الله يحفظهم هيأوا لنا من السبل وهيأوا لنا رؤية واضحة وبنية تنموية اقتصادية كبيرة من خلالها بإذن الله نبني هذا الوطن الشموخ بشبابه وبناته، وبإذن الله نحقق الكثير. تعلمون أحبتي أن التخصص أصبح مطلب الآن، والإعلام السياحي هو مثل أي إعلام آخر، مثل الإعلام الصحي اللي نجح أثناء أزمة كورونا، كان الإعلام الصحي توعوي حاضر معنا في الأزمة وواكب الحدث وواكب الأزمة، وكان مطلع الناس على المعلومات وعلى كل ما يلزم أيام أزمة كورونا.
كذلك الإعلام السياحي هو رديف لأول ذراع للسياحة، وبلدنا متوجه لصناعة سياحة وطنية من خلال المشاريع الكبرى بإذن الله أنها ترى نورا قريبا، وحزم القيادة وحزم الشعب السعودي سوف يتحقق الأحلام وبإذن الله تأتي وكلها بإذن الله. أنا أريد أن أدخل بمحاور أتعرف عن الإعلام السياحي بمفهومه الشامل. نتحدث عن مفهوم الإعلام السياحي ووسائل وأدوات الإعلام السياحي وأهداف الإعلام السياحي بضوء رؤية 2030، وكذلك أنواع الرسائل الإعلامية عبر وسائل الإعلام وأدوات الإعلام السياحي وإجراء تجربة السياحي. الإعلام السياحي يا أخوان بمفهومه الشامل هو أحد أشكال المفهوم الشامل أن الإعلام السياحي نستعين بصديق هو أحد أشكال الإعلام المتخصص، ويعرف بأنه كافة أوجه الأنشطة الاتصالية المخططة والمستمرة التي يمارسها إعلاميون متخصصون بهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والموضوعات والمشكلات ومجريات الأمور المتعلقة بالسياحة بطريقة موضوعية وبدون تحريف عن طريق وسائل الاتصال ووسائل مختلفة للاتصال بكافة الأساليب الفنية للإقناع والتأثير من أجل تنمية الوعي السياحي لدى الجمهور من ناحية، ومن أجل استهداف أكبر عدد من الأفراد. أبعاد اقتصادية، أبعاد تنموية، لا بد أن نصنع إعلام يواكب هذا الرغبة الملكية أو القيادة الله يحفظها لصنع هذا المردود الاقتصادي اللي يخطط له. سمات الإعلام السياحي أن الإعلام السياحي ظهورا مرحلة يمكن الاستغناء عنها لتعريف جماهير السياحة، وأن الإعلام السياحي هو نشاط اتصالي له سمات وخصائص ووسائل يستخدم كافة الوظائف. يتسم الإعلام السياحي بالسكوت والثقة والصراحة وبعض الحقائق الثابتة والأخبار الصحية. يهدف الإعلام السياحي إلى توعية أفراد المجتمع وتفكيرهم وزيادة وعيهم أن الإعلام السياحي نشاط تجاري يحتاج إلى ذكاء. يقول أنا بعطيكم أدخل في العمق من التجارب اللي عشتها أو لامستها خصوصا مع رجال الأعمال. يعني أقول لكم إن الإعلامي لابد يبحث في 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 خفايا العمل السياحي علشان يكشف أمام التاجر والتجارب الدولية والتجارب الداخلية. أنا بعطيكم تجربة خارجية وبعطيكم تجربة داخلية. التجربة الخارجية كنت فيها في الغردقة في مصر. أجي في منتجع اسمه منتجعات كثيرة منتشرة في الغردقة، اللي راح منتج من الغردقة في مصر يشوف علي بابا على السنرايز على مدري ايش. أنا باحث، أنا ما أروح هناك عشان سياحة، أنا أروح هناك عشان أشوف كيف يفكرون، كيف جابوا الكتل البشرية من شرق آسيا ولا من روسيا. ها هو المنتج هذا اللي يقولون هذا بس وكيف يقولون كيف هذول يجون بالكهرباء هذا؟ يعني بشر يعني ما تتخيلون باصات تنتهي 14 يوم، هم مدة ال 14 الوفد هذا يجلس 14 يوم في المنتجعات هذه، في كل المنتجعات صنرائع يمكن فوق 30 منتج، فعلا مستثمرين مصريين وخليجيين في المنتجعات هذه. المهم سالتهم انا قلت لها يلا اشرحي لي كيف تبيعون المنتج؟ قالت شوف احنا في شواطئ الغردقة عايزين جدة البحر الأحمر من جهة ثانية. كانت احنا كانت بحر رمال شمس، لما جاوا يبغون يطورون المنطقة ويبيعون ويسوونها منتجعات ويسوونها يحولونها إلى استثمار، وما عندهم إلا شمس بحر رمال، كيف يبيعونها؟ سووا المنتجعات هذه، لكن كيف تضمن استمرارية الناس؟ وهذا التحدي الصعب من كيف تجيب الناس على استمرار في هذه المنتجعات، وجود منتجعات كثيرة من أبو الدور كذا. فقالوا
سووا